صار الوقت لنروح عند مدام نجلة قباني ونعرف شو أخبار حظوظنا للأبراج الـ 12 بالإضافة لرسائلكم الخاصة على 18:45. صباح الخير يا مدام. صباح الخير يا لالا. صباح الخير للجميع، ضلوا دائما مبسوطين ومرتاحين ودائما أيامكم سعيدة يا رب. اليوم 19 أيلول، يعني كواكبنا ما زالت في أماكنها، ما زال عطارد متقدما في برج الميزان إلى جانب الزهرة، واحد للسفر والأوراق وواحد للمحبة. هلا هذا عم بيخلي برج الميزان، برج الدلو، برج الجوزاء أموره كتير تتحسن، إضافة إلى برج الحوت كمان بلشت أموره تتحسن. طبعا المشتري ما زال في برج القوس، والمريخ ما زال في برج العذراء. لسه في جزء من تحذيرات صحية على الأقل لمواليد الجوزاء، مواليد برج الحوت، مواليد برج العذراء. العذراء وحوت وقوس وجوزاء لازم ينتبهوا شوي لأمور الصحية. أول أخباري العزيز، ده مولود برج الحمل لليوم بالغالب عم يختلف مع الناس الحوالي، وخذ مني نصيحة مولود برج الحمل، أنت ما بتعرف تعملها، اكتب الشيء اللي بيلزمك على ورقة عشان ما تصرف أكثر مما يجب، لأنه بالغالب هاي الفترات يعني الأمور المالية هي عم تعني لك، دفعك عم بيكون أكثر مما يجب. والمشكلة 15 يوم اللي جايين كلهم أنا بعتبر طول ما عطارد في برج الميزان إلى جانب الزهرة اثنين بيخلوك تدفع أكثر مما يجب وتدخل بمضايقات مالية، وهذا ما بتمنى لك، لأنه بالمجمل الأمور ما أنا سيئة لك، بس يفترض أنك تعمل شوية توازن. اليوم يوم جيد لمولود برج الثور، وخاصة أنه عم يستعيد مجدداً ثقته بالحياة. اليوم عم تتفاهم مع محيطك، يوم فيه مصالحات أو لقاءات أو أسرة أو عائلة أو بعض الأصدقاء الحميمين اللي أنت بتحبهم، فايق للنشاط يعني مولود برج الثور، وما بعرف إذا عنده قصص العلاقة بزيارات أو تواصل. مولود برج الجوزاء اليوم الأمور مو كتير مريحة بالنسبة له، يمكن عم يتذكر الماضي، يمكن عم يسمع أخبار عم بتحيره، هذا المثل طبعا إن كنت رايد تحيره خيره مثلا، فيمكن عنده خيارات بهاي الفترات، ويمكن يشعر أنه مهمل أو مظلوم مثلا. ما في شيء سيء، أنا برأيي الأمور العلاقة بجزء من فرح عموما أو حاجة للعزلة، يعني عم ضايق صدره من الناس اليوم الجوزاء. مولود برج السرطان عكسه تماما بقى، عنده نوع من أنواع التفاهم العائلي أو العاطفي، صداقات أو قصص العلاقة بمحبة أو تعارف أو علاقات أو سفر. في ابتسامة وفي لطف عند مولود برج السرطان، والأمور اجتماعيا جيدة جدا. مولود برج الأسد حاسس أنه في حدا عم يستغله، عم بيستغل جهده، ماله، يمكن لطفه، يمكن يعني اليوم بالذات لساته شوي عصبي، صار له يومين ثلاثة بكركب ما كتير مبسوط، عم بيحس إنه في حدا محتال، في حدا عم بيتضايقه، عم يستغبيه أحياناً، تطلع بوشنا هدول الأنماط الأشخاص اللي بيستغلوا طيبتنا عموماً أو محبتنا لألون. يمكن بالغالب اليوم نزق من الداخل مولود برج الأسد. الأمانة الأمور بطولة هيك على كلين. مولود برج العذراء اليوم الأمور جيدة جداً بالنسبة لك، خاصة أنك عم بتسوق نفسك بطريقة إيجابية، عم تشعر أنه القدر والحظ عم بيساعدوك، عم بيفرحوك، واثق من نفسك، من قراراتك، شخص منفتح، متفهم، في شيء جديد، يمكن عروض، يمكن علاقات، يمكن تواصل. الأهم أنه اليوم العذراء معنوياته مرتفعة وهذا هو المهم. في دعم، في تشجيع عند مولود برج الميزان، وفي قدرة على كسر الحواجز. الأمور لك جيدة، وخاصة لوضع مهني مثلاً أو لوضع شخصي أو مساعدات عم تريحك، عم تسعد قلبك، هدوء بالأعصاب اليوم أو تأثير بمحيطك بشكل إيجابي، أنا بعتبره يوم جيد لمولود برج مولود برج الميزان. مولود برج العقرب هو اللي عنده شوية كركبة، تأجيل ثم تأجيل ثم تأجيل ثم تأجيل. اليوم يوم التأجيل العالمي، ويمكن أنت على غير العادة عم تنسى بعض الالتزامات، أو ممكن كلمة مني كلمة منك تكون في مشادة كلامية أو مواجهة، حاول توزن كلامك اليوم وتستنانا للمساء، لأنه أمورك مساء أفضل من نهارا. مولود برج القوس اليوم عم ترجع على شغلك، يعني عم ترجع على بيتك بعد فترة دوامك يمكن بساعة أو أكثر، ما بعرف، حاسس إنه اليوم مولود برج القوس إنه شغله كتير وما عم يتسلى، ما عم يترفع، عمله كأنه ما كتير له معنى اليوم، حظوظه قليلة، ما بعرف، في شيء مفروض مطلوب. اليوم مولود برج القوس عم يركض يركض ما عم يلحق.
مولود برج الجدي اليوم الأمور بالنسبة له جيدة، في حماس وفي إثارة سببه لقاءات، علاقات، عائلة جديد عم ترضي كل الأطراف حواليك، وعم بتدور على الأمان وعم بتلاقي على كل الأحوال. اليوم بالذات أمورك بالمجمل جيدة، في ناس مولود برج الجدي عم يعتمدوا عليك وعم يفرحوا لوجودك. اللي قلقان واللي ضايق خلقه صار له يومين ثلاثة هو مولود برج الدلو. ما بعرف إذا كان عندك نوع من أنواع الكآبة أو نوع من أنواع العرقلة، أو خليني أقول هيك يعني أنت مالك مبسوط، تمنيت شيء واللي عم تشعر فيه على أرض الواقع شيء تاني، مانك مرتاح، في مبالغة حواليك على كل الأحوال. وأنا أتمنى مولود برج الدلو ما تحكم أحكام انفعالية، لأنه بالأصل ما أظنك كتير مرتاح. يوم للنشاط لمولود برج مولود برج الحوت، اليوم في نشاط، في حيوية، وفي علاقات عامة، والأمور بالنسبة له أخذ طابع إيجابيات بالمجمل، أو تحرك إيجابي، أشقاء، أهل، سفر، أسرة، اتصالات، يعني فعلياً الأمور بالنسبة لك جيدة. مولود 19، كل عام وأنتم بخير، يا رب أيامكم دائماً سعيدة وتضلوا دائماً مبسوطين. مواليد 19 من الأشخاص اللي عندهم لباقة، عندهم لطف، عندهم علاقات عامة، دائماً يحرص أن تكون إيجابية، لا يقبل سيطرة أحد، شخص مستقل، لا يحب أن يأمر أحد كمان، يعني حدا لطيف بالتعامل، ما عنده حقد أو لؤم عموماً، شخص نظيف الجوهر من جوا ولو أنه يبدو جدياً، لذلك بحسوا الناس شايف حاله، بحب الملذات ولا يهتم بالمظاهر، شخص بالمجمل ناقد من الطراز الأول. السنة اللي قالوا لأمور مالية جيدة، مشروع ثقافي أو سفر أو قصة العلاقة ببداية جديدة، قد تكون عاطفية، قد تكون ارتباط، سفر أو تجارة أو تعارف، بالمجمل الأمور بالنسبة لك أنا بعتبرها بالمتبقي من السنة إيجابية وجيدة. مولود ريم، على طبعا رسائلكم عام 18-45، ريم من مواليد 10-5-8-99. والله يا ريم عندك سنة جيدة، المتبقي منها مفرح، بظنه فيه بداية جديدة ريم على كل الأحوال، يعني لو بداية عاطفية، لو مشروع ارتباط، خطوبة، يعني الأمور أخذ هذا الطابع على كل الأحوال. روحي يعني إذا ما في شيء زبط هذا السنة بالنسبة لك، فبدايات السنة القادمة كمان رح تكون مفرحة. يعني أنا بظن خلال 3-4 شهور 5 شهور القادمة بالغالب في تغيير، وتغيير مفرح. علا عم تسألني، مولدها 24-11-96، يسعد أوقاتك يا علا. علا، برغم الشهر الماضي كان متعب جديد، يعني هلأ الشهر الجديد أفضل بكتير، وأنا برأيي العاشر و12 رح يكونوا أشهر مميزة بالنسبة لك بالمتبقي من السنة، ممكن تخلق لها شيء قصة جديدة تكون مفرحة بالنسبة لك، فإن شاء الله يا رب العالمين. هنادي عم تسألني، مولدها 82. هنادي، أنت شخص كتير مدقق، كتير ساخر على فكرة، هاي القصة أختيها من أرقامك، برجك الغربي، برجك الصيني، وحتى برج اسمك واسم أمك هنادي بنت أمال، فأنت أخدي هاي السخرية أو الانتقاد، أو دائماً أنا مو عاجبني العجب، دائماً عيني بتلقط الأخطاء أكثر مما بتلقط الإيجابيات. هلأ روحي هاي القصة كتير خفف فيها، لأنه كتير عم تأذي نفسك، سواء بأصدقاء، سواء بخسارات، سواء الناس صارت تخاف من سخريتك أو لسانك، فأنه بيصيروا شوي ببعدوا، أو هلأ هاي القصة مانا كتير صحيحة روحي، ما عم بتساعدي حالك لتعبري عن نفسك صح. يعني في ناس بيعبروا عن نفسهم صح، في ناس تعبيرهم خاطئ مثلك، لذلك دائماً معرضين لسوء الفهم. هلأ أنا بعتبر المتبقي من السنة جيد روحي، بس أنت كمان يفترض تبذلي جهود. والله 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 بدك. رح ناخذ مسج من احمد. احمد عم يتابعنا على صفحه صباح الخير، مواليد 17/8/1990، عن كل شيء. احمد امورك جيده عموما، انت حدا هيك مختال بنفسك مثل ما بيقولوا، حدا كثير شايف حاله، حدا بيعتبر حاله افهم حدا واحسن حدا، وحلاوه على كل، انت حدا كثير بيهتم باللبس وبالمظهر الخارجي، وبالمجمل المتبقي من السنة ضمن إطار جيد. طبعاً لا يعتبر الأفضل يا أحمد، السنة القادمة هي اللي تعتبر الأفضل، بس بالمجمل كمان المتبقي من السنة ما نو سيء. هلأ ما رح نفترض أنه رح يفتح لنا منجم ذهب تحت البيت، الأمور إن شاء الله تكون جيدة للجميع. يسعد صباحكم وتضلوا بخير.